السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في قناتكم ديال العقار، قناة اللي كتقربكم من كل ما هو واقع عقاري مختلف في جميع أحياء مدينة الناظور وبعض المدن المغربية. أي حاجة كتهمكم في العقار مرحبا بكم، وكما كنوعدكم الحمد لله دائما كنجيبوا لكم الجديد وكنجيبوا لكم الأثمنة لمناسبة، الأثمنة ديال الدراوش، الأثمنة جد جد مناسبة. اليوم جبنا لكم واحد المنزل اللي كيتواجد في وسط المدينة، المنزل للمساحة ديالو 200 متر مربع. هانتوما كما كتشوفوا كاين 3 الكراجات لتحت. هذا المنزل كيتواجد قريب فندق بابل، الموقع عني عن التعريف معروف هذا الموقع. وقبل ما نقول لكم الثمن، نقول لكم شحال سوية الثمن ديال الارض باش ديروا مقارنة مع الثمن ديال المنزل. الثمن ديال الارض في بابل كتسوى 13,000 درهم المتر، يعني بحال اللي شاري غير الارض. دير مقارنة ما بين هذا المنزل والارض، بحال اللي شاري الارض. سيمي منى حبيب هو هذا مول المنزل. غندخلوا بسم الله على بركة الله. كاين واحد الصالون على شكل قاعة وفيه ما يزيد عن 9 ديال الغرف ديال النوم و5 ديال الحمامات و4 ديال الصالون. صراحة منزل بلدي وعصري في نفس الوقت، وجا في واحد الموقع اللي قريب المرافق الأساسية والمرافق اللي كيحتاجها الإنسان في اليومية ديالو، حيت ديما كنركزكم على المرافق الأساسية، حيث المرافق الأساسية هي السكن، الجامع، الحانوت، الترونسبور، حمام. يعني هاد إلا ما عندكش هاد المرافق حدا السكن بلا ما تشري تما. كما قلنا لكم المساحة 200 متر مربع وجوج ديال الواجهات و3 ديال الكراجات يمكن لك تستعملهم للتجارة حيت قرابين الفندق ديال بابيل. وغادي نطلعوا للطبق الأول وغادي نخليكم تكملوا معانا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا هذا المنزل. صراحه في واحد فينيسيو زوين للناس اللي باغين المنازل كبارين. كاين واحد الحمام هنا بلدي، هما حمامات تبارك الله كاين بزاف، يعني راه 200 متر و ايرت بلوس 3، راه مساحه كبيره تبارك الله. وثمن راه زوين، الثمن راه 240 مليون وقابل للتفاوض، يعني